الثانية من اليوم السابع لهذا الأحد مع الوزيرين أديب سعد وزير حقوق الإنسان، أديب أسعد وزير حقوق الإنسان، وسامر فيصل وزير المعلوماتية والاتصالات في حكومة الظل الشبابية السابقة. بدنا نقول هلأ بنرحب فيكم. وكنت سؤال سألته لزملائكم بالفقرة السابقة، بتعتقدوا سنة قليلة أديب؟ ما بعتقد سنة قليلة. نحن بتكفي سنة يعني تعملوا اللي بدكم تعملوه؟ بتكفي سنة في حال كان في عندك استقرار بالوضع، استقرار سياسي بقلب البلد، بسنة بتقدر تحقق فيها انجازات. نحن كنا بظرف ما كان في استقرار سياسي عندنا بقلب البلد، قدرنا حققنا قسم وقسم متابعينه مشان نحققه، ومتأملين انه بوقت قريب نقدر نحققه. سامر، سنة بتكفي؟ كمان مثل ما قال اديب، يعني باول مرحلة سنة 2009 بلشنا فيها، اول نص اذا بدك كانت انتخابات، وكان اكترية السياسيين عم يركزوا على الانتخابات، وثاني نص كان نتائج الانتخابات. مش نتائج، كان في عنا حكومة تصريف اعمال، يعني كنا نروح عند الوزراء قلنا اوكي انطروا شوي بس ضلنا 62 يوم. هيدي الفكره يعني، بس بعتقد الحل هو بالتتابع، يعني نحن المشاريع اللي بلشنا فيها اذا الوزراء اللي بعدنا بيكملوها بعتقد هيدا. وزير المعلوماتيه والاتصالات، اتصالات بالويل يعني بلبنان، صح؟ شو عملت كوزير معارض، ما نسميك، لان وزير الظل بالاجمال بيكون معارض. وزير المعارضه، صح؟ شو عمل سامر فيصل بهالاطار؟ هلا هون بدي اوضح شغله قبل، اللي هو الوزاره هي وزاره المعلوماتيه والاتصالات، وهي بلبنان عاده احنا عندنا وزاره الاتصالات بس. اكيد هالشغله كثير مهمه، يعني كل دول العالم المتطوره في عندهم وزاره خاصه للمعلوماتيه، نحن هي بعد ما عندنا اياها. نحن عندنا وزاره المخابرات والاتصالات. كمان اذا بدك. المعلوماتيه، صح. فالفكره انه على صعيد المعلوماتيه انشغل مشروع أنا بحكي عنه بالتفاصيل، أما على صعيد الاتصالات فبما إنه نحن كمعنا كحكومة زول ما عندنا الصلاحيات الكبيرة حتى نعمل مشاريع كبيرة، اللي صار إنه كان اتصل الشغل تبعنا على مراقبة عمل الوزير بالفترة اللي كنا فيها، كان وزير جبران باسيل، وسبق حكينا هذا الموضوع بحلقة سابقة مع حضرتك السنة الماضية، كان في موقع الكتروني كنا نقول فيه كل أخبار وزارة الاتصالات شو عم بيصير وكل الشغلات الجديدة اللي عم بتصير. أكيد راقبنا عمل الوزير، حطينا القصص الإيجابية والقصص السلبية اللي صارت. شو هي القصص؟ هلا في كثير بالآخر في شغلات إيجابية صارت، اللي هي تخفيض الأسعار، وانما اذا بدك نتج عن هذا الشيء كمان ضغط على الشبكه، يعني صار في عندنا عدد كثير كبير من المشتركين مشتركين بالشبكه الخليويه، وهذا سبب ضغط وادى لعده مشاكل. بعدين اكيد كل شيء في له شغلات ايجابيه وشغلات سلبيه، فنحن ضوينا على. انت برايك كان لازم تكون خطه متدرجه لتخفيض الاسعار، يعني اكيد تقويه الشبكه، تعزيزها بامكانيه استخدام مستخدمين اكثر قبل تقويت قبل. هلا نحن بالنسبه لنا يعني بلبنان اكيد في عندنا فيها نوصل لمرحله كثير كبيره يصير في عندنا، يعني تعطيك مثل، بلبنان عندك حوالي 1.7 مليون مشترك، وعندك 4 ملايين اشخاص بلبنان، يعني من 4 ملايين مواطن في عندك 1.7 مليون مشترك بالخليوي. بدبي مثلا في عندك لكل 100 شخص 176 سيلفون، يعني كل شخص عنده اكثر من رقم، فبنقدر ما عندنا ليمت، يعني بنقدر نوصل لمرحله كثير كبيره بالمستقبل، ما في اي مشكله، بس اكيد بدها تكون على مرحله تدريجيه، يعني ما فينا نجي فجاه نقول هلا بدنا نمشي ننط من مليون ل 3 مليون بسنتين، بدها تمشي بمرحله معينه اكيد توسيع. يعني رح نحكي معك عن مشاريعك، بس قبل ما احكي مع اديب، قبلته للوزير باسيل بفترة صراحة ما قبلت، أو كمان ما قدرت؟ مش ما قدرت، أنا ما قبلت. في كتير ما عم بيقدروا يقبلوا. صح، صح. لا بعتقد أنا لو جربت قبل وزير باسيل كنت قدرت قبله. ما جربت قبله لأنه المشروع اللي كنت عم اشتغل عليه ما بيخص وزارة الاتصالات بشكل مباشر. مشروع كان بيخص كل الدولة إذا بدها، كل الوزارات الموجودين بالدولة. فكرمال هيك ما، يعني بالآخر ما بدي أطلع لعنده بس جلسة تعارف أو جلسة انه بس، حتى يعني كان بدي اطلع لعند وزير حتى يكون في عندي شيء بايدي. حرجع لعندك سامر. اديب خبرنا شو وضع الانسان بلبنان؟ مين احسن يعني بالاخير بلبنان؟ من اي ناحيه؟ الانسان او الحيوان؟
بريجيت باردو يعني بتتعزز هون مثلا؟ انا بشوفها لا. شو وضع انا برايي حقوق الانسان بلبنان عنايتها كثير مهدوره. ما في يعني قدرت تطلع عليه مع 10؟ يعني اذا ما بدنا نبالغ بالموضوع ما بخليها تطلع فوق 2/10 او 3/10. بلد مش موضوع خبرنا يكون تشاؤمي. خبرنا عن تجربتك بحكومة جبران. تجربتي بحكومة الظل، أنا ناشط قبل ما أكون بحكومة الظل ناشط بمؤسسة الصليب الأحمر وعضو بفرق الإسعاف الأولي، ونحن المؤسسة الإنسانية الأولى نعتبر فعلا يعني، والاحتكاك بالإنسان والشخص اللي بحاجة يعني شغلة كتير عظيمة. أوكي. بعملي ضمن هذا المجال أنا أعدت مشروع لاستحداث وزارة لحقوق الإنسان بلبنان، تكون وزارة فعلة لحقوق الإنسان مش تكون حبر على ورق. ليش اخترت هيدا المشروع؟ لأنه بعرف شو وضع حقوق الإنسان عندنا بلبنان. وقت بنحكي عن حقوق الإنسان مش الحقوق المهدورة ضمن السجون أو التحقيقات اللي بنحكي عنها أنه بصير في خرق لشرعة حقوق الإنسان بالتحقيق أو تعرض للتعذيب وهالأمور هيدا. عندنا الهدر، عندنا السرقة، عندنا الرشوة، عندنا عدم التزوير اللي عم بيصير بالإدارات الرسمية، الإدارات العامة، كل المؤسسات بقلب الدولة اللي ما بيتم فيها تطبيق القانون، هيدي تعتبر فيها هدر لحقوق الإنسان وعدم تطبيق شرعة حقوق الإنسان فيها. يعني نحن عنا بس يقولوا حقوق الإنسان بيتوجهوا دغري على السجون والأشياء اللي عم بتصير بقلب السجون. أنا الحقيقة عملت زيارة للعديد من السجون وشفت فيها. مين رفقك فيها؟ كنت اطلع فيها لوحدي. يعني يسمحوا لك تفوت؟ فوت. يعني انا بحب هون ينوه بصراحه بمدير عام الامن العام اللواء ركن جزيني، بعد ما اجتمعت معه وطلبت منه موعد مشان ننزل نطلع على امور السجن، سجن الامن العام، سجن الامن العام الموجود تحت جسر العدليه، دغري وافق وفتح لنا ابواب السجن ونزلت اطلعت عليه. بيقولوا فعلا، بس اخذ كلمتين هون عن سجن الامن العام، بيقولوا بسجن الامن العام فعلا حقوق الانسان مهدوره. انا باكد لهم انه الهدر الموجود بسجن الامن العام هو وجوده تحت الارض لعدم وجود مكان خارج الارض ينحطوا فيه الموقوفين. بس اللي بينزل على سجن الامن العام لتحت الارض وبيحكي ضميره وبيشوف شو الموجود تحت بيلاقي اوتيل 5 نجوم موجود تحت. كاريتاس لبناني وفنساها متبقي، كاريتاس موجودين، اي شخص اللي بده بيقدر ينزل يشوف، بينزلوا يشوفوا الموقوفين والمساجين كيف عم بيتعاملوا من قبل العساكر المولجي والمكلف في حماية السجن تحت. شو الأديب، شو المشروع الأساسي اللي اشتغلت عليه؟ أنه أوكي تتأسس وزارة حقوق الإنسان، عملت هيكلية، عملنا هيكلية تقوم على تقوم على تطبيق شرعة حقوق الإنسان ضمن الوزارات والإدارات العامة. بمعنى هيكلية مألفة من عدة أبواب وعدة بنود مشان تلزم الوزارات. إذا إجا نعطيها مثلا، إجا مواطن لعنا وقال على الرقم الساخن اللي نحن بدنا نحطه بالتداول، أنا في عندي تنقول معاملة بالتنظيم المدني بدها 15 يوم لإنجازها، أخذناها كمثل نحن. أوكي. بدها 15 يوم لإنجازها، أخذت معنا شهر، هيدي كلفتها تنقول 1,000,000 ليرة أو 100,000، وصلت معنا لـ5-6,000 دولار بين الرشاوة وبين 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 تنقدر نوصل لحقنا. هيدي هدر من هذه هدر إحدى بنود شرعة حقوق الإنسان. نحن بعملنا كوزارة حقوق الإنسان بضمن الهيكلية تبعها في لجنة مختصة لمتابعتها مع الوزير المعني ومع المعنيين لرد لها الإنسان حقه، وعندنا بالنهاية في تقرير دورية لازم نرفعها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اللي نحن هلأ بصدد الإعداد التقرير الأول من تاريخ إمضاء أول اتفاقية بين حقوق الإنسان مع الدولة اللبنانية والأمم المتحدة. نحن هلأ بالـ2009 عن نبعث التقرير الأول عن حقوق الإنسان، يعني صارنا 20 سنة مش بعتين تقرير أو أكتر. هيدي الوزارة بتكون مثل المراقب للوزارات البقوة، بتاخد منهم التقرير الدورية وبتجمعها وبترفعها عبر مجلس الوزراء لمجلس حقوق الإنسان العالمي. اصطدمنا بشغلة نحن، أنه العديد من الوزراء أبدوا رغبتهم باستحداث هذه الوزارة، ورجع بعضهم أبدا تحفز عليها أنه خوفا من أنه تأخذ صلاحيات من الوزارات. شو الصلاحيات بدها تأخذها؟ قبل ما تخبر.